شيكابالا ولا بوتيتا؟ لا ده حاجه وده حاجه تانيه، ده بوزيشن وده بوزيشن تاني. شيكابالا حاجه حاجه رهيبه، انت ما شفتش شيكابالا بره؟ انت ما شفتش شيكابالا في البرتغال؟ ما شفتوش في اليونان؟ شوف رجع الشرايط بتاعت شيكابالا في المكانين دول. لو خد الكونفدرالية تنصحه انه يعتزل؟ لا بص، القادر الوحيد على اتخاذ هذا القرار هو شيكابالا. هو شيكابالا، هو شيكابالا مش حد تاني. رأي حضرتك في الثنائية بتاعت عبد الله السعيد وناصر في خط نص؟ انا يعني انا شايف انه طبعا اضافه كبيره جدا جدا لنادي الزمالك عبد الله وناصر، لكن اتمنى ان عبد الله يلعب في مكانه، لان انا يعني عبد الله دلوقتي وصل 36 سنه، بستنفذ طاقته في الجانب الدفاعي، وعبد الله بيجيد تماما في الجانب الهجومي اكتر من الجانب الدفاعي، فانا بستنفذ طاقه راجل كبير في مكان مش بتاعه. ليه انا اوظفه في مكانه الاساسي اللي هو بيلعب فيه، اللي هو تحت راس الحربه في 4 2 3 1، لان عبد الله خطورته كلها في انه يعمل اسيست ويسجل، دي خطوره عبد الله. من يحرس مرمى المنتخب في الماتشين الجايين في شهر 6؟ مصطفى عواد الشناوي، لأنه هيبدأ بكرة يشارك في التمرين. انا معجب جدا بمصطفى بمصطفى شوبير، وانا حابب الولد ده بشكل كبير جدا جدا، وعجبني جدا ان هو مركز قوي في شغله، ان هو بيشتغل على نفسه كتير قوي، وان هو ولد موهوب وشايف وعقلية مختلفة. وشايف ان هو المنتاليتي بتاعه قوي جدا، يجي في جول ولا يهمه، ثابت، عنده ثبات رائع، ثبات انفعالي رائع. هل بتستمع لتحليلات رضا عبد العال؟ لكن انا بقول ان لو الشناوي رجع اكتر خبرة، مصطفى متمرس أكتر. قدامه سنين عمر هل كبير. بتستمع لتحليلات كابتن